شغله اليوم عنا كثير مهمه، بدنا نبلش نعرفها، دوره الاسير او برنامج الاسير. في عنا شغلات متشابهه، اساسيات بالقواعد نفسها، مدارس الطاقه، وعنا الشغلات اللي بتيجي الاختلاف اللي بتزيد فيها مدرسه الاسير عن شو؟ عن بقيه مدارس الطاقه. رح نبلش كيف بيدخل الاسير باول شغله وهي الجسم الفيزيائي، وهذا حنشرح انه في عنا الانسان، نحن بالبدايه في عنا الشاكره. الشاكره موجوده هي بالقاعده اللي بين فتحه الشرش وبين فتحه المهبل عند الانثى وعند الرجل، بين اعضاء التناسليه فتحه الشرش. هي القاعده الرئيسيه اسمها شاكره القاعده، بنعرف هي مسؤوله عن الجسم شو؟ الفيزيائي. طيب انا هذا الشيء كيف انا اتاثر بالاسير بالجسم الفيزيائي؟ نعرف نحن ان اللون الاصلي لازم يكون الاحمر. طيب انا جسمي الفيزيائي ما في شيء وعندي شاكره القاعده قويه جدا. طيب بس انا حملت حالي، اجيت الدكتوره نسرين عزمتني مثلا على فنجان قهوه عندها بالصالون، عم طلعت انا عم قلت لكم انا ضعفت او مرضت. طيب انت ليش ضعفت ومرضت يا موفى؟ انت شخص رياضي، استاذ طاقي، جسمك الفيزيائي 100% قوي، شاكرتك 100% قويه. طيب انت كقوانين واكلات صحي والقهوه تبع ما شاء الله عليها وكل شيء عندي انا القوانين تبعاتي 100%، وعدنا انا وياها بالصالون وطلعت انا مرضان او تعبان، اجيت مقرب شيء مرشح شيء. طيب من اجاني التعب؟ قال اجاني التعب من تلوث اسيري لوث الجسم الفيزيائي تبعي. شو هذا التلوث الاسيري؟ قال الكنباية او شو اسمه الكرسي اللي انا قعدت عليه قاعدة عليه قبل مني وحدة جايدة الدورة وقالت لي من جوزة وقامت تكتئب وعندها سقونة فلوثت شو؟ قال إذا أنا قعدت على الأسير من على الكرسي من دون ما ألمس بجسدي فبصير التلوث لأوعيي، بصير أصعب. أما إذا أنا لمست إيدي الكرسي اللي أنا قعدته، مين قعد عليه؟ فأنا أخذت من أسيره، أسيره اللي لوثه. قال كيف يلوث الأسير؟ قال أنا هلأ قاعد بالحكي اللي أنا حكيته ولوث المكان أو أبرمجه كمان، ها بحط عن مكان برمجة جديدة. قال هلأ الكلام اللي أنا عم أحكي إن كان بحالة إيجابية فجعل لمدة 4 ساعات الكرسي هذا في عنده طاقة إيجابية، وإذا كنت أنا عم أحكي بالسلبي نحكي. نحن أعطيكم مثال، كنا نعرف مجلس الستات تبع فنجان قهوة الصباحي شو هو؟ سقونة وسب رجال وتوت. قال هاد شو بيعمل لي؟ تيجي وحدة قاعدة معهم بتلاقي حالها بنفس الجو، تيجي الغريبة تقول لك أنا ما ارتحت لهم، مو مستواي، مني شو قصتهم؟ هي ما قصتهم ولا شيء، ما أنت من يومين ثلاثة كنت معهم بالمطعم، ولكن تلوث طاقي لشو؟ تلوث أسيري لشو؟ قال قعدت وحدة قام شو بيقولوا لك لو جفت لك وحدة محجبة لابسة كفوف دنيا وآخرة كان فت ما شاء الله أثرت وما تأثرت بالجلسة كلهم، هي تجيك وحدة مستنورة ظهر مبين وقاعدة هيك والكنباية وكذا لقطت البرمجيات متكاملة تمام. قال الجسد الفيزيائي تمام بيخليك تلقط اي تلوث اسيري. ضيف لهذا راجعوا بذاكرتكم، كثير من الاحيان بتكون مبسوط كثير بتسلم على شخص بحاله تلامس اليد
تتغير مشاعرك. قال هذا الشخص وارد خلال 4 ساعات وما له علاقة. يا زلمة أنا ما بعرف كيف هلأ متضايق منك، هو ما له علاقة، بس من 4 ساعات كان مسلم مع شخص سلبي عجبه، بتضل 4 ساعات إيده ملوثة. قال مشان الشغلة في شيء اسمه بدكم تحفظوا، مثل ما عمل احنا بالطب في شيء اسمه كفوف للطاقين، قال نعمل كفوف أسيرية. قال هدول الكفوف الأسيرية عيارة قديش؟ 4 ساعات. أنا بإمكاني أعمل كف أسيري وأنا بسلم على أشخاص غير عاديين، بإمكاني أعمل الأمة اللي أنا عندي بدأ. ما بدي أخي، أنا ما بدي ألبس كفوف، والله جاء مخرجي ألبس منديل، يعني مخرجي ألبس سيارة، بحب السبور. قال شو بعمل؟ بعمل غلاف أسيري. طيب يا أستاذ هم في عنا مشكلة، شو الفرق ما بين الغلاف الأسيري وشو الفرق ما بين بالبرانة هلينج الهالة اللي بتعملها؟ على التحصين الطاقي الكامل بيسكر عنك كل شيء مرتبط بتواصل مع الآخرين. يعني مثال، أنا فايت لعند الدكتورة نسرين، أنا رحت عملت غلاف طاقي مثل البرانة، دكتورة نسرين جاي بدها تقول لي على بيعة على شغل، عم بتطلع بتقول لك والله مو خرج اليوم نحكي معه. قال ليش؟ لانه انا عامل غلاف طاقي، فالغلاف الطاقي يحجب عني الخير والشر من مين؟ من اللي حواليه. لا حدا بيفتح معك شغل، ولا بيفتح معك حب، ولا بيفتح معك زواج. اجت وحده والله بدي احصن حالي من خطيبي من رفيقي مشان امد ايده علي، ممتاز، وما رح اتجوزك كمان، ولا رح اشوفك حلوه كمان. قال ليش؟ قال هذا الغلاف البرانا الهيلينج هذا محرم، ما بيعملوا السنين، ما بيعملوا تبع آسيا. طيب انا شو بدي؟ قال انا في عندي شغله، مرحبا دكتوره، شو اللي مكشف عندي؟ انا بعمل غلاف على ايدي. قال بقيه جسمي ووشي والطاقه، قال انا لا اتاثر. ليش؟ لانه هي اذا بدها بالمال بدها تحاكيني بالعقل العمل، العقل العمل شو عامل عندي؟ مفتوح، واكيد ما رح اقعد برقبتي على الكنبايه. فهمت علي؟ فالموضوع انا عندي هون شغال الشاكرات كلياتها تبعي مثل ما هي. لا لي قافل عليها، وما انا قفلت على ايدي فقط، مشان شو؟ ما يصير التلوث. انا قاعد هون قد ما كنت مزلط، شو لابسه قصيره هالصبيه؟ طيب لابسه قصيره، اعمل لي غلاف شو؟ طاقي لعندهم، شيء انه اذا لمست اجريكي الكنباية او الكرسي ما يصير تلوث. في شيء صار؟ يعني لما مثلا بايدنا الغلاف الاسيري كيف بيصير؟ اهلا ندخل بعامل لون، اول شيء ناخذ كيف يصير، لانه في اشخاص ما بيعرفوا كيف. انا حملت حالي هي ايدي من هون، هي بدي اسلم يوميا على كذا شخص. انا واذا بحس في شغله احتمال فيها تلوث شو ببلش؟ بحط هيك وبعمل بايدي الثانيه، ها بتلاقي في شغله عم تشوفها انت ميل، عم ارسم بالاسير. كيف بيجي الاسير؟ قال هو ذاته الاسير في شغله اسهل من شو؟ من الهاله. الهاله فوت يا تخيل يا شو ارسوم ياخذ. قال الاسير مو هيك، الاسير ابسط من هيك ما في. نحن اتفقنا الاسير وين موجود؟ بكل مكان، تمام؟ طلع علي شو بعمل؟ بعمل هيك وشو بقول؟ فانا هون اجباري في اسير، والاسير مبرمج بشو اتفقنا؟ بالكلمه. شو بقول؟ غلاف اسيري. هلا رح اعمل التجربه، كلكم حطوا ايديكم هيك، فقول غلاف اسيري غلاف اسيري، حتى تلاقي صار في اكساء لايدك. شايفتوا فيها؟ ها صار عندي غلاف اسيري. طيب حالي نفسيه، واذا انا عم نمك بغلط فيها انا عم بوجه لك.
طبعا هو هذا هو اللي عم حاكيها. صوت شوي مو ضروري. لا طبعا ما بصير عنية الأسير بعكس شو؟ بعكس يصير يبرمج الأسير في الكلمة. تمام؟ فعملت غلاف أسيري، طيب أنا الغلاف الأسيري هذا عمل حماية، بمكان أقول غلاف أسيري حماية. طيب أنا ما بدي غلاف أسيري حماية. بدي أنا غلاف أسيري حماية وبدي أعمل برمجة ثانية لأنه هذا الأسير تبعي مين ما بسلم عليها أو بسلم عليه ينتقل له جزء مني. إجا الأستاذ زياد غلاف أسيري حماية حب. ورحمة الله وبركاته. حديث زلمه مدة 4 ساعات أخذنا اللي بدناها خلال 4 ساعات. صبية تعملها لشب قال ما دخلني يصير خلال 4 ساعات شو؟ ما تقول حب البنت أنا ما لي علاقة. أوكي يعني ما أقول لك شغلة غير كلمة الحب هيبة. يعني نحن عم نحكي عن الكلام طيب أنا بوظتها جاية فيها خليني لخلص هي ننتقل إلى عرفتوا هذا الغلاف الأسيري؟ قال هون أنا عندي أي قطعة من جسمي الفيزيائي ظاهرة هي عرضة للضرب وعرضة للتلوث شو؟ الأسيري. قال تغليفك بكلمة. والله تيجي واحدة أنا بنت سبور بدي أطلع على البحر يا أخي بدي ألبس مايو ما حدا له علاقة فيه. أوكي غل في حالك. قال ليش بدك تغل في حالك؟ قال لأنه نحن بنسميها العامية طرقناها عيون. تمام؟ طيب نحن هيك كلمة كنا في واحدة يخرب بيتها شو حلوة راعي جدا راح طلقت من جوزها يبعت لها قتلة شو هالإجرين تبعاتها شو سكبة شقت إجرة. تيجي واحدة بتقول لك أنا هون يوم قعدت على البحر من شهري قعدت على البحر وعملت برونزاج جسمي ما في تاني مرة صار معي التهابات. شوفي مين ضاربك معلومة أسيرية جايب أجلك. قال الجسد متى ما انكشف للعين بالأسير فهو عرضة لضربة أسيرية خلال 4 ساعات هي اللي كمان مين شوفها تغلف حالة بغلاف أسيري. وانت عادة مثلا ما شاء الله عليك عيونك حلوة شو بدك تعملي هلا انا قلت عيونك حلوة هلا مو انت حاطت قلت ما شاء الله يعني حاطت الجزء الايجابي. طيب لو انا طلعت الجزء السلبي تمام بدي اصير شغلة بعينك مسكة وكذا تجعك شو بدنا نعمل هلا انت وبتهدي حالك فقط شو عملتي جسم اسيري حماية خالص خلط شو ما انحكى بصير بيه بضرب الجسم الاسيري. اول ما بطلع من البيت الاراني مكشفه تمام. الاسلام مختصر القصه شو قال لك خبي دائما وخلص القصه كلها تمام. والله البنات بيصيبوا هذا ما يخافوا اعملي جمعة النسوان كم مرة بيطلعوا فيها بس هلا شوفي قد ايه على بساطتها طلعي حطي ايدك هيك او اذا ما بدك ايدك هي مساعدة لله وهي ما بدها ايد بس سمعي حالك في غلاف اسيري هلا اذا بتطلعي في جزء اسيري هذا الجزء الاسيري غير مبرمج لسه انا هذا الجزء الاسيري قدام هالتي شو بعمل؟ برمجه للحماية شوف قول غلاف اسيري بالوجه بدي واحد طيب غلاف اسيري هي بدك تقولها باللغة العربية الفصحى لحبيبي قولها بلغتك بعاميتك ليش؟ لأنه الأسير مبرمج برمجة تبرمج على عاميتك تفهم على عاميتك هو جزء من شو؟ كلمة ولا وعي بيأثر فيه فهو بيأثر الكلمة لا بس من المبتدئين يفضل يعملوا هيك مشان شو؟ تبع هي حالة الأمان فهمت علي؟ يعني دائما نحن شو بنقول؟ المعالجين اذا اجيتي انت لعندي لسه ما بتعشي بالطاقه انا عملت لك حط الضحاكي اما اذا جيت اول شيء عملت لك لمس وكذا تشعري بشو؟
جزء انه هذا عم يشتغل. اما هدول انت عم تضحك عليه. يا على فكرة ففي إجبار يعني ولا ما أما بعد ما بتتعود إيه بعد ما بتتعودي على القصة شو بتعملي؟ إذا شفتيني بعد فترة وثقت فيه إنه أنا ما هيك بتقولي أوكي هذا عنده حق. أما يجيك واحد أول مرة أنت أكون هذا محرم إنه ما بيصدقوك أبدا.